لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال واحد. ايه لو الحين واحدة اتصلت حق شيخ وقالت لي يا شيخ أحبك بالله، شنو الحكم في هاي؟ يعني لا ينبغي هذا، لا ينبغي المرأة أن تقول للشيخ، خاصة إذا كان شابا لا ينبغي أنها تقول أحبك في الله. إذا كان شايب الأمر في ذلك سهل، تعتبر مثل بنته. أما إذا كان الشيخ شابا فلا ينبغي للفتاة أنها تقول لأنها تحب في الله، تكتفي بالدعاء له وإن شاء الله أنه ينتفع بذلك. الله يحييكم، مرحبا بكم. المباشرة تقول المرأة للضيف أحبك في الله، هذا في الحقيقة ظاهر كلام أهل التحقيق أنه لا يجوز، لما فيه من الشبهة ولما يقع فيه من مظنة السوء، والشريعة جاءت بإغلاق باب الفتن وسدها والبعد عنها. فالذي أوصي به إخواني وأخواتي أن يحفظوا مثل هذا الأمر، ولم ينقل في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أحبك في الله، أو هي قالت له، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه عبادة وطاعة، وهو كل مؤمن يجب أن يحب الله تعالى، يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم قول المرأة للرجل أحبك في الله سواء كان شيخ أو لا؟ طيب شكرا أخت سارة. الله، السلام عليكم. قول الكلمة أحبك في الله للرجل، لا أرى ذلك، خاصة من المرأة الشابة، سواء في مكان عام كما يحصل فيه مثل هذا البرنامج، أو في الاتصال الخاص الذي يأتي عبر الجوال أو عبر الهاتف الثابت أو عبر الإيميل أو غيره. لكن لو كان هذا من امرأة كبيرة في السن كالأمهات والجدات فالأمر أيسر. صحيح. أما أن يأتي من امرأة شابة فقد يكون هذا مدخلا من مداخل الشيطان، فلا أرى أن تقول.